قدمت إلى هؤلاء، قدمت إلى هؤلاء امتيازات ضخمة، حتى وصل بالحكومة، وصل الأمر بالحكومة أنها قدمت لهم، قدمت لهم يعني مخازن عند دي هونغار اللي بناهم الهواري بومدين في وات ليلات وكل شيء، وجدين يعني كما يقول لك نزلت عليهم ليلة القدري، وعملوا لهم القدرون، وعملوا لهم حتى المدارس باللغة نتاعهم لأولادهم يعني، وعملوا في وهران، وعملوا لهم أشياء يعني امتيازات كبيرة. وهؤلاء لا يدفعون 19% من الضريبة على الرسوم، لا يدفعون 15% ضريبة تاع الجمارك، لا يدفعونها، يعني كل شيء مجاني. وثالثا لابد أنكم تعرفوا بأنهم لا يدفعوا الضريبة على السيارات التي هي تساوي بين 11-12 مليون على حسب الأحصنة، 11-12 مليون هذه تحسب العدد تاع السيارة. مفروض الآن أنا كي نقدم لك السهولات، مفروض السيارة اللي كانت مثلا حكم مثلا سامبول كانت تباع 95 مليون، كلكم عارفينها كانت تباع 95 مليون، هذا ماهوش يعني كما نقول لك سر، مجمركة، الرسوم مدفوعة، تنزل في مطار جيجل وكل شيء، وتباع وشركة مثلا رينو ربحة في القضية. اليوم كي قدمنا لك كل كما قلت التحفيزات، قدمنا لك كل السهولات وكل الإعفاءات الجمركية والرسومية والروع على الرسوم، يبيعوها ب 160-170 مليون. يعني هنطر أنا نطلق لكم، نخليكم أنتم تجاوبوا على السؤال هذا، هل هذا شيء معقول في بلد يعني يحتاج